اهلا بيكم يا جماعة، والنهاردة مع قاموسين رائعين طبعا وكلنا عارفينهم، وكتير اكيد منكم عندهم دول، سواء بيبر او سي دي روم او يعني سوفت وير شغال على الويندوز مثلا او على الموبايل وات ايفر. الرائع طبعا كامبريدج يا جماعة، ديكشنري فور ادفانسد ليرنرز، ده القاموس اللي ما حدش يستغنى عنه. وهنشوف ازاي نستخدم بقى الوايلد كاردز، الرموز، والحاجه اسمها لوجيكال اوبريتورز في الطريق في البحث في الديكشنري، بحيث ان انا استفيد من الفول بوتنشال بقى بتاع القاموس ده، ويبقى ليه لازمه فعلا، مش مجرد ببحث عن كلمه وخلاص. والقاموس الثاني اللي احنا من ايام الجامعه بقى، اكيد بقى من 40 سنه، هو اللي قربنا على 40 سنه، دانيال جونز يا جماعه، والانجليش بروناونسينج ديكشنري، قاموس الرائع وامكانيات السوفت وير بتاعه بقى. المهم ان دول بيشتغلوا على الويندوز، ويفضل طبعا ان يبقى ويندوز 10. انا في رايي كده يا جماعه، ويندوز 10 جميل يا جماعه، وبالذات بالنسبة للسادة الزملاء. لو انت بيبقى معاك لاب في المدرسة، والتابلت حاليا تحس انك مش عارف تدخل على حاجة، الناس طبعا بتخرج من المنظومة، والمهم علينا. لكن لو عندك لابتوب، الشبكة بتاعت سكول مش هتشتغل غير على ويندوز 10، وده حاجة جميلة. يعني مع الشغل على اللاب برضو جماعة بيفرق عن الشغل على التابلت او الشغل على الموبايل. في حاجات كتير بنعملها، لو انا بصمم امتحان الكتروني او غيره او حاجات تاني، شغل الوورد والكلام ده، بيبقى طبعا يفضل الكمبيوتر او اللاب توب، طبعا اسهل ان انا اروح واجبي والكلام ده. الروابط يا جماعة معلش انا مش هسيبها تحت الفيديو المرة دي، لا، هتبقى على القناة بتاعت التليجرام اللي هي الخاصة بالكتب، اسمها English Books for All، زي الله يرحمها بقى الجروب اللي كنا عاملين على الفيس، والدارة الفيس حذفته، ما علينا. لكن احنا مش هنتوقف ان شاء الله عن رفع كل الكتب موجودة على الهارد عندي، ودي اكتر من 1500 كتاب قاموس ومصدر مهم جدا للزملاء. انا عايز كل اللي عندي يبقى عندكم باذن الله. وهتكلم برضو في الاخر على موقع رائع جدا، ربما البعض يعرفه، اقدر اجيب منه اكزامبل سنتنسز يا جماعه. لو انا عندي كلمه بقى ولاقي الجمل بقت مستهلكه لمكرره في كل حته، فاقدر اقلب في الموقع ده واطلع بجمل جديده جميله اقدر احطها في الشغل بتاعي. مفيش مشكلة، تعالى اوريكم بقى عملي ازاي بعد ما احمل القاموس، اعمل له بقى السيت اب والانستولينج بقى ازاي على الويندوز، ونشوف الامكانيات الرائعة بتاعة القاموسين دول. شكرا. بعد الداونلود يا جماعة هيظهر عندي الملف اللي هو الوينرار كومبريست فايل ده، هتلاقيه بالاسم ده CALD داونلود كامبريدج ادفانسد ليرنرز ديكشنري. حاجة من اتنين بقى عشان تستارت انستولينج ذا ديكشنري بقى، يا اما بعمل دبل كليك الوينرار بيفتح لي الملف ده الفولدر، ودبل كليك عليه وادور على السيت اب بتاع الديكشنري. انا شلته وبفرده من جديد عشان يبقى واضح ازاي بيتعمل الملف بتاع السيت اب. يا اما الافضل انا في رايي ان انا اعمله رايت كليك واكستراكت هير. اكستراكت هير هي طلع الفايلز اللي موجوده في الوينرار فايل، و انا عملته خلاص اكستراكت اهو، كامبريدج ادفانسد ديكشنري بنسميه كده. وزي ما قلنا هدور على الملف بتاع السيت اب، السيت اب اهو، او ذيس ذا سيت اب ايكون بقى، دبل كليك هيبدا
الانستوليشن. دي وانت الاو ذس اب فروم ان انون ببلشر، مش مشكله. او يس هيبتدي يعمل انستوليشن. طبعا انا قلت اعمله قدامكم عشان يبقى واضح ان ده، وافضل طبعا زي ما قلنا ويندوز يا جماعه اعمل عليه. في خطوه مهمه جدا وانا بعمل الانستليشن ده او السيت اب اخلي بالي منها. نيكست. طيب اجري. الحاجات اللي احنا ما بنقراهاش دي وبتتسبب احيانا حاجه زي الفيسبوك يحذف الاكونت زي ما حصل معايا. يس. طيب سيت اب والانستول كامبريدج. يس. هنا بقى تيك كير ان يو تشوز فل. لو ما استخدمتش فل دي هتلاقي مثلا حاجه زي الصوت مش هيشتغل، حاجات تاني في امكانيات القاموس مش هيشتغل، فلازم يبقى فل يا جماعه. تشوز فل. نيكست. طيب بيقول لك هيحطه بقى في البروجرام فايلز و و والمكان اللي هيحطه فيه وات ايفر، مش مشكله. نيكست. قاموس جميل يا جماعة ومفيد جدا للناس، وانا انصح طلبة ثانوية عامة برضو ان هو يحمل الديكشنري ده عنده على اللابتوب او الكمبيوتر، ده ما بيشتغلش على اندرويد يا جماعة. وسهل جدا بعد كده ان تتأكد من نطق الكلمة سواء بريتش امريكان، عشان انا لما انطق الكلمة صح يا اولاد طبعا شيء طبيعي، ده بيسهل لي عملية ان انا احفظها. الحاجة التانية كمان ان الديكشنري بيديني اكزامبل، الافضل انك انت تمسك الكلمة طلعها في الديكشنري، اعرف النطق بتاعها، اقرا اكزامبل او اتنين من اللي هم اديهم لك. ده هيساعدك الجملة طبعا لما الكلمة تبقى في جملة جماعة، غير لما احفظها كلستة كلمات وبمجرد مرور وقت قصير الاقي نفسي اقول نسيت الكلمات. فده مهم جدا انا بعتقد للطالب والمدرس. فيا ريت برضه طلبة ثانوية عامة انصحهم يا جماعة يحملوا القاموس ده عندهم على اللاب او الكمبيوتر، هيفيدك جدا. طيب بدأت عملية انستريشن از اولموست كومبليت فينيش. ران كامبريدج. ران. اوكي ران. Yes, it's working. Let's see about how to use the dictionary. بص يا جماعة جميل جدا. أولا في حاجة بقى هنا، سيبك من الفايل ده والبرنت، عايز تطبع حاجة والإيديت سيبك منه، احنا خلينا في الأوبشنز بتاعتك. أنا عايز الفونت سايز يا جماعة، ممكن يبقى سمول، ممكن يبقى ميديوم، ممكن يبقى لارج فونت، وات ايفر يو لايك. طيب انا مخليه لارج طبعا عشان ما شاء الله النظر عماله يروح. نشوف حاجه تاني غير الديسبلاي اوبشنز بقى. ديسبلاي خليهم زي ما هم يا جماعه، يعني تشيك اول اوبشنز ده الافضل. طيب بعد كده الحاجه التانيه بقى تيرن اوف اوتوماتيك. هو المفروض انا لما اديله كلمه مثلا زي ديفاستيشن مثلا، اي حاجه مش عارف بتيجي دايما الكلمه دي على دماغي مش عارف ليه. ديفاستيشن هو مجرد ما يو تشيك اورد يعني او لوك اب اورد الديكشنري بينطقها، وده الافضل. فبالتالي هنا في الاوبشنز بختار تيرن اون، لكن لو انا قلت له تيرن اوف اوتوماتيك ساوند. طيب جو. لا جو مش هينطقها، اهو هينطقها امتى؟ لما انا اقول له انت بقى. الاولاني ده البريتش جو، الثاني ده اللي هو البلو ده امريكان انجلش جو كده تمام. وانا بفضل ان في الاوبشنز دايما تيرن اون اوتوماتيك ساوند، ات ميكس ات ايزير. طيب حاجه ثاني في الاوبشنز تشينج تو يو اس، يعني نفترض ان انا عايز اخليه امريكان انجلش بس يبقى يو اس، فلما اكتب كلمه هينطقها لي امريكان على طول. نفترض مثلا كلمه زي كلاس، ف
title class. Oh no, I like British English. وبرضو لو أنا عايز أسمع البريتش أهو بس هو كده اتعقى إيه؟ class. Thank you. طيب يبقى أنا أقدر أزبطه على البريتش إنجليش أو الأمريكان إنجليش بحيث إن هو ينطق أوتوماتيك بمجرد ما أدخل على الكلمة أو الأفضل I prefer British English of course. طيب ما علينا ده بالنسبة للأوبشنز اللي هنا. نيجي هنا بقى copy print quick find super write بقى سوبر رايت ودي امكانيه برضو جميله في القاموس او هنا في السوبر رايت بقى بيديني الحاجات اللي انا دخلت عليها في الجلسه دي بتاعه استخدام الديكشنري انا كلمه كلاس مثلا وايه تاني مش عارف ويديني كل الحاجات اللي هي جايه مع كلاس يا جماعه اللي هي والايديومز اللي جايه مع كلاس والحاجات اللي زي كده حاجات جميلة جدا. نرجع تاني للديكشنري بقى انا يهمني بقى حاجة زي الاكسرسايز دي جميلة الاكسرسايز يا جماعة اللي موجودة في الديكشنري ده لما تطلع لفوق مش عايز ماشي فانا عايز مثلا حاجة بيكتشر اكسرسايز ودي يا جماعة very useful for young learners وكده يعني حاجة مثلا زي نشوف حاجة زي animals أو بيقول لي click a word in the list then click the matching object in the picture word in the list crocodile for example where is the crocodile I think this is the crocodile correct وبعد كده يحذف الكلمة وهي جميلة طبعا hippopotamus طيب انا متهيالي هو ده wrong oh my god طب this one you have to check this one first hippopotamus correct right it's a very good way of learning vocabulary so you have These exercises, different kinds of exercises, يا جماعة. عايز exercises بقى على the adjectives and the adverbs. Oh, in each sentence below, you are given a choice of words to complete the sentence. Click on the correct word. She likes everything neatly or neat. I think it's neat. Correct. Mm. تعالى نعمل واحدة غلط. All information will be treated as strictly confidential confidentially. هي المفروض confidential. تعالى نعمل دي كده. Wrong. وهديني الإجابة الصح اللي هي confidential. فالإكسرسايز الموجودة يا جماعة في الديكشنري جميلة جدا وبعد كده الموضوع البيكتشرز بقى أنا مثلا عايز ال birds مثلا. واقول له ايه البيرد ده ده اسمه بلاك بيرد اهو بيديني ال الديفينيشن بتاعه بلاك بيرد ايوروبيان بيرد اي هاف نيفر هيرد اوف ات بيفور واتس ذس وان ايجل جود طب عايز اعرف انا ايجل دي بتتنطق ازاي او تحت هنا بيقول لي show in main dictionary هيطلع حالي في المين ديكشنري واعرف النطق بتاعها ايجل ايجل و ايجل ده الامريكان انجلش واعرف النطق بتاع الكلمه في المين ديكشنري طيب وهكذا فطبعا قاموس جميل يا جماعه قاموس رائع هنقفل دي نرجع تاني للمين ديكشنري وعندي ستادي بيجز كمان فيها حاجات تحت الديترمينرز زي اللي معذبانا ومعذب الطلبه مثلا ودي عباره عن هو مدي ملف بي دي اف بيفتحه يا جماعه هيفتحه عندك الاكروبات ريدر
وبتبقى معلومات قليلة يعني مش مفيدة قوي. ده بالنسبة. تعال بقى نيجي لحاجة مهمة جدا بقى انا عايز الفت نظر الناس ليها يا جماعة. وانا ببحث احيانا كان زميل سأل ازاي بنجيب كلمات مثلا على نفس الوزن. تمام، نفترض ان انا عندي كلمة تبدأ بحرف الاي مثلا اللي انا احطها في التشوز وتنتهي باي او ان، فبكتب الاي واحط العلامة بتاعت اللي زي النجمة دي الاسترسك واكتب له تي اي او ان، يبقى اخرها هي اي كلمة تبدأ بايه. والاسترسك دي يا جماعة بنسميها وايلد كارد. وايلد كارد بمعنى رمز معين لعدد، اي عدد من الحروف، ممكن يبقى حرفين ثلاثة اربعة خمسة الى اخره. المهم ان الكلمة تبتدي بالاي وتنتهي بالتي اي او ان، واقول له فايند او انتر. طيب اهو اداني الكلمات كلها اللي بدأ بالاي وتنتهي بالتي او ان. فلنفترض ان انا عندي كلمة ابريفيشن مثلا هي اللي هتبقى في التشوز، ودي موجودة متهيألي في المنهج بتاع تالتة مش فاكر. ابديكيشن، انا كلمات برضو قريبة يا جماعة مش كلمات غريبة عجيبة. ابديكيشن انا يعني احيانا بعمل كده، ابدكشن، ابريشن، ابلوشن، انا مش عارف ابلوشن اهو يا جماعة. ابلوشن is part of some religious ceremonies اللي هو الوضوء يا جماعة. طيب فهو اعرف النطق بتاعها ابروجيشن ابسولوشن ابسوبشن من الكلمات اللي موجودة في المنهج، واقدر احط معاها بقى كلمات تاني بدأ اهو كتير كلمات بدأ بالاي ومنتهية بالتي اي او ان. يبقى ده استخدام الاسترسك في البحث عن الكلمات يا جماعة اللي هي فيها رايمينج كده وعلى وزن بعض، ده بيبقى طبعا طريقة جميلة جدا بالنسبة ان انا بعمل سؤال تشوز في امتحان مثلا الكتروني هعمله او في مذكرة بعملها، ده بالنسبة للاسترسك. طيب ممكن اجيب الاسترسك في الاول اي عدد من الحروف ومنتهي مثلا بالتي اي او ان، منتهي يعني ممكن احطها كده في الاول واقول له انا عايز كل الكلمات اللي بتنتهي مثلا ب او يو اس اهو. abstemious, acrimonious, adulterous, advantageous الى اخره. طبعا كلمات كتير، انا في كلمات مش عارفها اساسا مش مشكلة. فدي طريقة جميلة يا جماعة ان انا اطلع اعمل بقى الاوبشنز بتوع المالتيبل تشويس اللي انا بعمله، ويبقى حاجة جميلة كده ورائعة وحاجة جديدة مش مكررة. تمام، ده بالنسبة للأسترسك. طيب نيجي لحاجة تاني، أنا عايز كلمة مثلا تبدأ بحرف الأي وعلامة الاستفهام يا جماعة تشيل لحرف واحد وحرفين وتنتهي مثلا بالأي. طيب اديني كلمة مكونة من أربع حروف، الحرف الأول أي والحرف الأخير أي، ومكان الحرفين المجهولين بستخدم الكويستشن مارك. فاداني اهو ايبل اهو، كلها دي كلمات اربع حروف بدأ بالاي ومنتهيه بالاي. ايك ايك، اكني اكني، ده اللي هو ايه اكني، حب الشباب يا جماعه مش مشكله. ايكر ايكر اللي هو زي الفدان كده. تمام، ف يا اما بستخدم الاسترسك يا اما بستخدم الكويستشن مارك. طيب دي حاجة. حاجة تاني برضو جميلة في حكاية البحث في القاموس هنا اللي بنسميها اللوجيكال اوبريتور، اللي هي بستخدم مثلا عايز اقول له اديني اللي موجود في الديكشنري ده يتعلق بهوم اور، بس لازم اكتب اور كابيتالايزد يا جماعة، هوم اور كابيتالايزد، هوم اور هاوس. اديني كل الحاجة اللي موجود فيها هوم او موجود فيها هاوس او موجود فيها الاثنين، ده معنى اور هنا. طيب يلا اداني مثلا كلمة زي domestic او بيقول لي domestic دي belonging or relating to the home house او موجودين الاثنين هنا. طيب عندي مثلا fitting
يو اس فيرنيشنج اليو اس بتاعها ايتم ساتش از كوكر ووشنج اللي هي المنقولات المنزليه يعني ووشنج ماشين كيرتن بول ويتش از نوت فين بقى ايوه فين هوم او هاوس او اوف ا هاوس اند ويتش ا بيرسون مايت بي اكسبكتد تو تيك وذ ودي هوم موجوده في نفس الحاجه يعني دي من باليس ا لارج هاوس That is the official home of a king, queen, or other person. فهنا موجود فيها كلمة house. فاستخدام or بين الكلمات زي كده هيديني يا إما واحدة منهم يا إما هيديني الاثنين مع بعض. طبعا أنا عايز الاثنين مع بعض فأقول له home and وand تتكتب capitalized يا جماعة برضو home and the house عايزهم مع بعض في اي حاجة eat somebody out of house and home أو ده idiom بقى out eat someone معناها to eat a lot of the food someone has in their house تروح بقى ده مفجوع بقى domesticity هاي الكلمة life at home looking after your house and family طيب وهكذا بيديني الكلمات اللي فيها هوم وفيها هاوس استخدام الوايلد كاردز يا جماعه او اللوجيكال اوبريتورز دي حاجه جميله برضو المفروض انا بعرفها في الديكشنري ده بالنسبه لمين ده بالنسبه لكامبريدج ادفانسد ليرنرز ديكشنري نقفل ده كلوز ونروح للقاموس الثاني الجميل الرائع اللي هو كامبريدج English Pronouncing Dictionary بتاع دانيال جونز يا جماعة القاموس اللي تربينا عليه طوال السنين اللي فاتت وبرضه هقول له Right Click Extract Here هيطلع لي الفولدر ده اهو انا مسميه English Pronouncing Dictionary انت سميه براحتك وادور برضه على Setup File او Icon بتاعته اهي هتلاقيه على شكل كمبيوتر looks like a small computer دبل كليك يس سيت اب هاز ديتكتد ذات ان اوكي سو ذير سمثينج رونج هير alright never mind نرجع تاني ونعمل له اكسترا كتير من الاول هو يفضل طبعا يا جماعه لما افرد اي قاموس ان انا اقفل النت ده الافضل اعمل ديسكونكت للانترنت كونكشن وبعد كده ابقى اشغله بعد ما اخلص ده الافضل وكمان لو انا عطل الانتي فايروس يا جماعه الانتي فايروس اللي عندي فين الانتي فايروس الانتي فايروس اهو disable your antivirus Avast Shield Control Disable for an hour مثلا Stop ده الأفضل لما أجي أعمل انستول لأي حاجة زي كده عشان ما تحصلش مشكلة نجرب تاني ونشوف Yes English Pronouncing Dictionary It's working يبقى يفضل الجماعه اخواننا الزملاء الافاضل او اذا كان حد من الطلبه هيعمل القاموس ان انا نسيت اعمل الخطوه دي مهمه جدا وبالذات للديكشنريز اللي بيبقى ليها باتش او سيريال نمبر عايز يتحط والحاجات الانتي فايروس البرنامج بيعتبره فيروس نيكست اي اجري مش بنقرا على طول اي اجري نيكست
مهم جدا يا جماعه الخطوه دي. This is a very important step. Always choose full. اديني كل الامكانيات بتاعه القاموس. Next. يبقى انا خلي بالي يا جماعه لما اعمل سيت اب لاي حاجه زي كده عشان الانتي فيروس ما اعتبرهاش فيروس او يحصل مشكله ان هو بيدخل على النت ويكتشف ان دي نسخه not genuine وبالتالي يبقى احنا حراميه. طيب بصوا يا جماعه هم القاموسين دول ادخل على cambridge.org الموقع الرسمي بتاع كامبريدج هتلاقي واحد فيهم ب 30 استرليني والتاني ب 40 44 استرليني يعني اكتر من 70 استرليني والاسترليني اول امبارح كان ب 20 جنيه وكسور يبقى 70 في 20 1400 جنيه يمكن ده اكتر من مرتبك على اساس 2014 منهم لله. طيب احنا بس بنحكي لغايه ما يخلص الستور يا جماعه عشان يبقى الحاجه اتعملت قدامنا فيبقى سهل بعد كده اعملها. فينيش ران انجلش ران يا حبيبي ايه المشكله؟ دانيال جونز اي لاف ات اي لايك ات جميل يا جماعه. طيب هو طبعا ميزه بقى دانيال جونز ايه عن الكامبريدج ادفانسد ليرنرز ديكشنري ان ده بيديني الترانسكريبشن سيمبلز يا جماعه بتاعه المشتقات من الكلمه. يعني انا عندي مثلا كلمه زي ادفايز ادفايز تمام. طب عايز لو هي فيها اس تبقى ادفايزز ادفايزن نزل advised مش advised advisedly advisedness او advisedness. يعني الميزه بقى ان المشتقات من الكلمات بيديني الترانسكريبشن بتاعها ودي حاجه جميله جدا. طبعا فيها ميزه تاني بقى جميله ان انا مثلا عندي كلمه زي advertisement مثلا هي فين اصلا اهي advertisement ايه ده بالاس او بالزد او الزي يا نهار ابيض. طيب advertisement طب ملهاش حاجه تاني؟ لا ليها بقى فين اهي اهي شايف دي advertisement whatever يا جماعه. انا عايز فيها عمليه بقى اني اقول له انا عايز اسجل بقى واختبر اعمل لي تيست كده advertisement انا هنا اقدر اعمل ريكورد للصوت بتاعي. انا طبعا عشان اللاب بيبقى صعب هنا بضغط على ريكورد واقول الكلمه بقى advertisement وبعد كده المفروض هنا يشغلها ده سجل كل حاجه. طيب فدي حلوه قوي ان انا اتدرب على البرونسيشن وبالذات بالنسبه للطلبه يا جماعه. يبقى انا بقول له بدوس على علامه المايك دي اهي واقول له انطق الكلمه في الاول وانا اقلده بقى عشان احاول احسن من النطق بتاعي وهكذا. فميزه جميله جدا. الميزه الرائعه الثانيه بقى الاكسرسايزز اللي فيه. طيب انا عندي اكسرسايز على الشورت فاولز واللونج فاولز ديفثونز وليتر ايه مش عارف ايه والحاجات دي وايه هاو ميني سيلابلز تعقدنا. انا اللي بيعقدني ستريس باترنز يا جماعه الستريس مثلا ودايما احل فيه لا شيز ا فيموس فوتوغرافر ايه ده تطلع خمسه. طيب هو عايز هنا بيقول لي كليك ذا سبيكر ايكون سبيكر ايكون اللي هم دول من واحد لخمسه تو ا سنتنس تو هير ات. طيب في الاول سبيكر ايكون اللي هو شيز ا فيموس فوتوغرافر مش فوتوغرافر فوتوغرافر انا كنت بنطقها غلط مش مهم فوتوغرافر. طيب بعد كده بيقول لي كليك اون ذا كوريكت نمبر فروم
بيقول لي which syllable is stressed most. انهي سيلابل، هل هو السيلابل الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ تعال نسمعها ثاني. انهي سيلابل؟ فتج فتج. طب هل هي مثلا الثالث؟ رونج. طيب شوف غيرها. malevolent stare. ملاه ملاه. انا متهيألي كده مثلا هنا بقى جبتها صح، هيديني علامة الصح وهكذا يا جماعة. انت اقعد جرب مثلا، هنا غلط هنا غلط هنا غلط. طب بص يا عم انا رونج بقى، اديني الانسرز اهي تحت انسرز اهو. يبقى انا عرفت بقى ان فوتوغرافر دي التاني، هنا التاني، هنا التاني، هنا الاول، هنا التاني، واعرف الاسترس على الكلمه بيبقى فين. اكسرسايزز جميله يا جماعه. خلصت الاكسرسايز ده اقول له مور مور اكسرسايز ذس تايب يعني، وهكذا. طيب ارجع للاكسرسايز الثاني واختار اي اكسرسايز من دول واعمل بقى تدريب جميل جدا من الامكانيات الرائعه اللي موجوده في الديكشنري دي يا جماعه. يفضل بقى اني حاجه تاني، انا الموقع اللي انا قلت عليه يا جماعه، وده بي موقع جميل جدا الموقع اسمه ايه بقى؟ اهو انا طبعا عشان بدخل عليه كتير فمجرد ما بكتب اول حرفين ثلاثه نو انترنت. نرجع بقى الانترنت تاني بعد ما عملنا بقى السيت اب والانستول. اهو يا جماعة موقع جميل جدا اهو. مثلا انا بحط كلمة مثلا زي مثلا كلمة ما اعرفش اي كلمة بتيجي على بالي، طبعا كلمة زي experience، واعمل search بيديني بقى عشرات وربما مئات الجمل. يعني تعالى شوف مثلا هنا عندي 17 لا سوري سبع صفحات فيهم اديني مثلا الصفحة التانية، سبع صفحات فيهم examples اهو. وانا ادور بقى على the experience has made him generally hostile towards women. It was the worst experience of her life. ولاقي جمل بقى فيها الكلمة اللي انا محتاجها. موقع جميل جدا تقدر تستخدمه عشان تجيب example sentences تحطها في exercise عندك او في test هتعمله. اتمنى ان انا اكون قلت حاجه مفيده النهارده يا جماعه، وان شاء الله في فيديو جاي بقى عن قاموس تاني رائع بامكانيات رائعه وموقع او اتنين تاني رائعين باذن الله قريب. اتمنى اني الاقي تفاعل مع الفيديو عشان يشجعنا بقى ان احنا نكمل باذن الله. شكرا ليكم زملائي الاعزاء طلاب احباب ثالثه ثانوي وكل من يشاهد القناه، شكرا لكم.